في أشان أمني تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح في البليدة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص تحت رفا الاعتداء على مستعملي الطريق. العملية أسفرت عن حجز سيارة سياحية وأسلحة بيضاء ثم استرجاع المحجوزات المتمثلة في دراجة نارية وهواتف نقالة. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح في ظرف قياسي من تفكيك شبكة تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلدية مفتاح وبلدية حمادي ولاية بومرداس، المشتبه فيهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا. تم حجز في هذه القضية سيارة سياحية وأسلحة بيضاء كانوا يستعملونها في الاعتداء على مستعملي الطريق، أين تم استرجاع بعض المحجوزات منها دراجة نارية وهواتف نقالة. قضية هذه تم من خلالها حل عدة قضايا كانت عالقة.